مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبي. دي أشجان يا ماما اللي أنا كلمتك عنها. أهلا وسهلا يا حبيبتي، تفضلي. أشجان خش أنت جوه أوضتي. أنا أوضتي أول أوضة على إيدك الشمال. على إذنك يا تانت. بقولك إيه؟ أنا جايب لك حاجة كده في الدولاب بيلبسيها، يعني هتلاقيها في كيس. لا مؤاخذة يا تانت. ياه، أنا ظهري ما طقطقش قوي كده من زمان. حبيبتي هو أنا ممكن أسألك سؤال صغير؟ اسأل يا حبيبي. هو أنت كنت بتلعبي جمباز قبل كده؟ بلعب إيه روحي؟ جمباز؟ آه. بصي يا قلبي، وأنا صغيرة لعبت ألعاب كتير قوي، يعني لعبت حكشة، ترنجيلة، صلح، بس أكتر لعبة بقى كنت بحبها ليه؟ إن أنا أطلع شجرة الجميز أجيب جميز وأرجع جري بسرعة، 100 عقبة أصلها مليانة شجر جميز. انا بصراحه مش عارف اشكرك ازاي، يعني جميل مش هنسوريك العمر كله بجد. شكرا على واجب يا حبيبي. جميل ايه بس، وفي بنت جميل؟ بعدين انت جوزي يعني يهمني راحتك. طب هو انا بس ممكن اسالك سؤال تاني صغير؟ سؤال صغير قوي. اسال يا عناي. هو انت ليه كنت مصره ان انا اكل من بطرمان غذاء ملكات النحل 3 معالق؟ اصل بصراحه بقى الشمع كده بيقف في زوري، وساعات يعني بيشد في اسناني وبيضايقني قوي. بقولك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ ممكن انا اسالك سؤال؟ طبعا يا قلبي. هو يعني ما كانش ليك اي غراميات كده؟ يعني حاجه كده يمين، حاجه شمال، عطايه كده، عطايه كده، مفيش خالص؟ ازاي طبعا كان ليا. ده انا ارتبطت وحبيت 3 مرات. بس بصراحه بقى المرتين الاولانيين هم سابوني. وانا عشان بصراحه يعني عشان ما اتعودتش اكذب، التالته كمان سابتني. بس انا كنت مصاحبهم من المهندسين، وانا اصحابي قالوا لي ما تصاحبش من المهندسين، صاحب الدقي. حبيبي والنبي انت اطيب راجل في الدنيا شفته في حياتي. ربنا يخليكي يا قلبي. فال احباب الله يا ناس. حبيبتي حبيبتي. انت اللي حقام. حبيبتي بقى خلاص بقى. يا حبيبة قام. بتكسب بقى يا قلبي. يا حبيبي. بتكسب بقى. قوم اعمل لي شاي. سكرك ايه يا قلبي؟ كتير تقيل. عينيا. حبيبة قلبي حشيني يا قمر. مالك يا رب؟ احنا في المطبخ وبعدين امك قاعدة بره وبتسمع دبة النملة. امك ودانها كبيرة قوي يا منى. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نخش الاوضه، عايزك في كلمه سر. يا لهوي، الاكل اتحرق والفرخه لازم تتسلق. يعني الفرخه تتسلق ولا انا اللي اتحرق؟ الف بعد الشر عليك يا عنيا، ان شاء الله العدوين يا رب. بتفضلي انت كده يا واد سليم. بجد؟ عاوزاني سليم؟ كلي على بعضي؟ مالك يا رب؟ وشك كده بيطلع دخان وجاي مش على بعضك، فيك ايه؟ اعمل ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي يا شوشو. بجد؟ وانت كمان وحشتني قوي يا عيون الشوش وقلب الشوش وروح الشوش من جوه لجوه. يا أشجان خلصتي الاكل ولا لسه؟ سمعت امك يا أشجان. اطلع لها بقى بره بدل ما تعمل لنا سياح قبل ما اعمل الغدا. طب مفيش تصبيره كده؟ عايز تصبيره؟ اه خد تصبيره. ها؟ تصبيره. ما دي تصبيره. ولا اقول لك؟ طب وانا مالي طب وانا مالي طب وانا مالي طب وانا مالي. ايوه يا ماما انا جاي اهو، انا جاي اهو. وانا مالي طب. خشني يا ماما. كتكنيله انت وامك. خدي دي كمان معاكي واغسليها كويس. ما تغسلهاش انت ليه يا عينيا؟ على ايدك ناقش الحنه يا حبيبتي ولا ايه؟ اصل انا سمعت ان ايديها خفيفه فقلت اتحركها يا روح امك بدل ما ايديها تتقل. اللهم طولك يا روح. ما تصبحي يا ولية وتقولي يا صبح. وان ما قلتش يا صبح هتعملي لي ايه؟ هنجيب لك حواجبك يا عينيا. انت فين حواجبي؟ طب تعالي وريني. لا يا ولية انت وهي. الله يسيب يا ست. يا ولاد الكلب. اقول لي يا صاحبي، هو احنا شربنا كتير يا فحبه؟
فحمة ايه يا عم انت يا عم؟ انا فخدة. فخدة؟ ازاي؟ يا عم مش فارقة فحمة فخدة، كله بيتحط على النار. يا عم احنا ما شربناش غير بتاع برميل براندي يا عم. براندي حلو البراندي ده. كل ده كان ليه؟ اللي بعمل في نفسي. ايه يا عم ده؟ يا عم انت بتغني ولا بتتكلم؟ يعني هتفرق يا فكيك؟ ايوه يا عم هتفرق كتير يا عم. ازاي يعني يا ناصح؟ انا اقول لك يا فكيك، انت لو بتتكلم ارد عليك بالكلام، لو بتغني ارد عليك بغنوه. حلوه صدق عجبتني. صح كنت بغني وقول كل ده. كل ده كان ليه؟ صورة 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 توحة توحة توحة، كلنا عايزين توحة. بتلم نفسك انت فحمة فخدة انت ولا مين؟ ايه يا عم انت يا عم، هي الغنوة بتقول كده. صح صح غنوة. و اعمل ايه؟ اعمل بقى ايه؟ جبار. ايوه يعني يا عم عبد الحليم. ايه جبار؟ صح انت صح، هي توحى جبار. بس يعني في نفس ذات الوقت انا صعبان علي، مش عارف يعني ليها حق تزهق يعني. كل ده كلي قاعدة مع واحد خيال مات، وقاعدة في بلد عندي مفيهاش صريخ بدومين بعد المغرب، وبعد العشاء كله بيتك بيتك بيتك. بيتي العز يا بيتنا. ترارام. على بابك عنبتنا. اتشي كلام. هي على بابك عنبتنا ولا عتبتنا؟ على بابك. قول لي بس يا صاحبي انت يعني، مش انت صاحبي؟ صاحبي قول لي بجد يعني اعمل معاه ايه يعني؟ اسيبها تروح تشتغل ولا لا؟ لا ايوه يعني لا تروح تشتغل ولا لا ما تشتغلش؟ يا عم سيبها تشتغل يا عم، توحه مش سهله، نفذ لها اللي هي عايزاه، عشان لو رجعت للي كانت فيه هتفضحنا كلنا يا عم. صدق صح، تفضحنا تفضحنا دي اصلي. صدق انت اول مره تطلع بتفهم انا. لا لا طب سريع لا لا راح فين يا عمي؟ لا يا فحبة. لا سايبني وراح فين؟ لا يا لا لا ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدود يا فحبة انت. انا فحبة.